للحديث عن الوضع الاقتصادي في العراق بعد الأزمة المالية التي يعيشها في ظل انخفاض أسعار النفط بشكل يعني ملفت للنظر وتداعي ذلك على الحالة المعيشية بالنسبة للمواطن والموظف العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لمسؤولين حكوميين يقولون إن العراق مقبل على كارثة مالية حادة خلال الأشهر القادمة، هل هناك خطط أعدتها الحكومة لمواجهة هذا الانهيار دكتور خضير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبدو في الإطار المنظور أي توجه حكومي يسعى إلى بلورة حالات قادرة على أن تحقق للمجتمع العراقي أي توجه قادر على أن يوفر له مستلزمات العيش الضروري، بل إنها في ظل هذه الكارثة العارمة التي سببها انخفاض حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية مشكلة كبيرة، خصوصا وأن الموازنة لسنة 2020 كانت تعتمد على سعر برميل النفط ب 56 دولار نعم فأكثر. طيب، إلا أنها منيت بهذا الانخفاض الكبير الذي وصل إلى حد غير مسبوق. نعم. والحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال ولحد الآن لن تنهض مطلقا بالجوانب ذات القدرة على أن توفر للاقتصاد العراقي جانب أمان بعيدا عن النفط، بل إن النفط يشكل في الدخل القومي العراقي بأكثر من 97% كرافد للموازنات التقديرية، وقد أهملت خلال هذه الفترة كل المتطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع التجاري والسياحي والخدمي بشكل عام، مما أثر على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي. طيب، فبات نعم تفضل. طيب دكتور، الموازنة لعام 2020 اعتمدت على سعر برميل النفط 56 دولار، النفط كما تفضلت طبعا أنتم يشكل بأكثر من 97% من الموازنة التكميلية. الحكومة تتحدث عن إحدى الحلول وهي أو أحد الحلول وهي تقليص رواتب الموظفين، ما مدى تطبيق ذلك وكيف سيتأثر الموظف في هذا التقليل أو التخفيض دكتور؟ في حالة التوجه إلى تخفيض رواتب الموظفين كما أشاروا بنسبة 35%، نعم، هذا يشكل كارثة كبيرة ستفاجئ موظفي العراق الذين هم بالكاد يستطيعون أن يحققوا لعوائلهم المستوى الضروري للحياة المعيشية المطلوبة. لو أن هذا الإجراء يتجه إلى الدرجات الخاصة وإلى الرئاسات الثلاث والمخصصات الكبيرة التي يتقاضاها المتقاعدين من البرلمانيين ومن أصحاب ما يطلق عليهم برفحة ورواتب الجهاديين وإلى آخره من هؤلاء الأشخاص الذين شكلوا عبئا كبيرا خلال السنوات السابقة على موازنة العراق، نعم، والتي أضحى من خلالها الكثير من أبناء الشعب العراقي عاطلين عن العمل وغير متاحة لهم أي فرص معينة من شأنها أن تحقق لهم أدنى مستوى من الحياة المعيشية الضرورية. نعم. فهم بهذا سيزيدون الطين بلة في خلق جيوش عاطلة وجيوش غير قادرة على أن تحقق
المستوى الإشباعي المطمئن لعوائلهم ولأنفسهم، وهم بهذا سيثيرون ظاهرة جديدة وكبيرة لدعم الشباب الناهض والمتظاهر منذ 1 أكتوبر ولحد الآن. طيب دكتور، مسألة تخفيض الرواتب هل سينعكس على السوق العراقية؟ سينعكس على أصحاب الأجور اليومية؟ سينعكس حتما، لأن نعم تفضل. كيف سينعكس دكتور؟ سينعكس بهم بهذا المستوى المتدني من الرواتب التي يتقاضوها. طيب. وبالأخص الموظفين وأصحاب الأعمال الخاصة لا يمتلكون القدر القادرة على أن تحقق لهم أي إشباع لحاجاتهم الضرورية، فكيف وإذا يفاجؤون بهذا التخفيض الذي سينال أو سيطال الرواتب المتدنية لهم؟ طيب دكتور، ما الحلول يعني لكي يخرج العراق من هذه الأزمة، وبالتالي يعني ربما في السنوات القادمة وفي الأشهر القادمة لا يتم الاعتماد على مصدر النفط كدخل وحيد للعراق، ولا يشكل كما تفضلتم به قبل قليل يشكل 97% من الموازنة التكميلية؟ ما هي الحلول الآنية دكتور خضير؟ الحلول الآنية في ظل هذه المرحلة القاهرة التي يعيشها العراق، أولا التوجه إلى تخفيض الرواتب الخاصة، الدرجات الخاصة. نعم. ورواتب الرئاسات الثلاث والمتقاعدين والحاصلين على رواتب جهادية كجماعة رفح وغيرها. هذا المتقاعدين دكتور عفوا، المتقاعدين ممن كانوا في الحكومة أو في البرلمان الذين قضوا 4 سنوات فقط يتقاضون رواتب عالية جدا، أم تقصد كل المتقاعدين دكتور؟ لا، المتقاعدين من البرلمانيين ورؤساء الوزراء والوزارات. نعم. وأصحاب الدرجات الخاصة في ظل هذه الحكومة، أما المتقاعدين الآخرين فهم لا يتقاضون رواتب إلا رواتب متدنية. نعم. لا تكاد تكفي لمعيشة عوائلهم. أقصد هؤلاء الذين يمتلكون في ظل 4 سنوات أو 3 سنوات استطاعوا أن يحققوا رواتب بأرقام فاحشة. نعم. وغير سليمة وغير سديدة وغير منضبطة في أسس التقاعد، أنظمة التقاعد التي يعيشها العراق. نعم دكتور، من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لكم.